بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الإمام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما وتلمذتهما في الدارين، آمين. الكتاب الخامس عشر، كتاب الأذكار، الباب السادس والثلاثين بعد المئتين، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وفيه ستة وثلاثون حديثا. الحديث الأول، وهو الحديث السابع بعد الأربعمائة والألف، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه، وهو آخر حديث في صحيح البخاري. والحديث ده آخر حديث في صحيح البخاري. شوف، صحيح البخاري بدأ بحديث النية وأنهى بذكر الله، يبقى إيه؟ يعني كان بيقول لك الإسلام يقوم على النية، وإيه؟ ويكون هدفه ذكر الله في كل الأحوال. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. ونكتفي بهذا، نقرأ الشرح عشان مش عايزين نأخركم النهار، عشان انتوا بردانين. ما فيش برد ولا حاجة، الحمد لله. يعني الجو في مصر برضو أحسن من بلاد كتير، ربنا يدفي البردان في كل مكان. نقرأ الشرح. كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث، الحث بفتح المهملة وتشديد المثلثة أي الحض، والحث عليه. المراد بذكر الله هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فيها وطلب الإكثار منها. وقيل الذكر شرعا قول سيق لثناء أو دعاء، وقد يستعمل لكل قول يثاب قائله. قال الحافظ في الفتح: ويطلق ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه أو ندب إليه. وقال الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي
حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله تعالى، والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعة. يبقى عندنا ذكر اللسان بالأقوال، وذكر القلب بالأحوال، وذكر البدن بالأفعال. هذه الحكاية كلها. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، أي ذكر العبد ربه أفضل من كل شيء. والصلاة لما كانت مشتملة على ذكره كانت أكبر من غيرها من الطاعات. وقيل المراد ذكر الله عبيده برحمته أكبر من ذكرهم إياه بطاعته، وهذا هو المنقول عن كثير من السلف. وقال التربشتي: الذكر من الله هو حسن قبولي منه والمجازاة له بالحسنى، انتهى. وقال تعالى: فاذكروني، أي بالطاعات في الرخاء، أذكركم أي بالمغفرة أو في الشدة، وقد تقدم ذكر هذا في أول باب الحمد. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك، أي سرا تضرعا أي تذللا وخيفة أي خوفا منه. فالنصب على العلة، ويصح كونه على الحال أي متضرعا وخائفا، ودون الجهر من القول أي قصدا بينهما. وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن تسمع نفسك دون غيرك بالغدو والآصال أوائل النهار وأواخره، وخص بطلب الذكر فيهما دون غيرهما لفضلهما، ولأن بدء اليوم وختمه بالبر والعمل الصالح مقتض لغفران ما يقع بينهما من المخالفات كما في الحديث. ولا تكن من الغافلين، أي عن ذكر الله. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، جملة الترجي اللي لعلكم في محل الحال من فاعل اذكروا، أي يأتوا بفعل البر راجين الفلاح من الله تعالى. فإن الأعمال أمارات ظنية وليست بدلالات قطعية، ففيه إماء إلى نهي العامل عن الركون إلى عمله دون الله تعالى، وتنبيه على أن المطلوب كون الظاهر مستعملا في أعمال البر مع عدم النظر لذلك بالقلب. يعني يبقى ظاهرك منهمك في الطاعة وقلبك ناظر إلى الله مش لطاعتك. فهمت؟ أدي معنى كلام. يعني تبقى أنت بدنك مشغول في الطاعة في ظاهرك، لكن أنت نظر قلبك إلى الله وفضل الله عليك مش عملك. ما تظنش أن عملك ده هو، وإلا لو نظرت لعملك بقلبك كنت معتمدا عليه، وهذا يحبط العمل. فهمت؟ أدي معنى كلام. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، أتى بذلك توطئا لقوله إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، المناسب للترجمة، إذ لو بدأ به لتوهم أن الثواب المذكور بعده مرتب عليه بانفراده، وإنما هو جزء للمرتب عليه ذلك. أعد الله لهم، أي هيأ لهم مغفرة لذنوبهم عظيمة، كما يومئ إليه إسناد ذلك إليه سبحانه مع ما في ذلك من الإيماء إلى مزيد العناية وكمال الرعاية، وأجرا عظيما أي على الطاعات. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم. ده لو سمعت كلامه يعني. وفي الحديث: أكثروا ذكر الله حتى يقول مجنون. ده حديث في المسند، يعني اذكر الله حتى يقال أنك مجنون، يعني تغيب في الذكر لدرجة الناس تنادي لك ما تسمعهمش، فقولوا ده الرجل ده ايه، ده مخه اتلحس ده ولا ايه؟ فهمت؟ يعني معناه يغيب في الذكر خالص. ادي معناه.
وفي الأذكار للمصنف سئل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به الذاكر من الذاكرين الله كثيرا، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مثبتة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا. قال المصنف: وما قاله سعيد بن جبير: فكل من لازم الطاعات فهو من الذاكرين الله كثيرا، انتهى. وسبحوه أي نزهوه عما لا يليق به، بكرة أي أول النهار، وأصيلا آخره. هو اللي هيصلي الفرائض الخمسة يبقى بينفذ الآيات دي لعلمك. بكرة صلاة الصبح وأصيلة صلاة العصر، يبقى كده اللي بيصلي صلاة الصبح صلاة العصر موعدهم يبقى بيذكر لها بكرة وأصيلة. فهمت ازاي؟ ولكن الفرائض متعلقة بها نوافل، فاللي يجيب كمان النوافل المتعلقة بالفرائض واللي يجيب كمان ختم الصلاة بعدها يبقى ايه؟ كان ايه؟ مكثرا. فهمت بقى؟ وكأنه أشار بذلك للآيات بعده المراغبة على الذكر، ولما اشتملت عليه ولما اشتملت عليه مما هو كالتعليل له: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي يتعطف عليه الله عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، أي ظلمات الكفر والمعاصي، إلى النور. وأنا مش موافق التفسير ده. يخرجكم، هو ربنا بيكلم المؤمنين، فمنين بقى يخرجهم من ظلمات الكفر؟ ما هم مؤمنين خرجوا خلاص، يبقى ظلمات النفس، ظلمات النفس وليس ظلمات الكفر، لأنه بيخاطب مؤمنين خرجوا من ظلمات الكفر خلاص، لكن ينقصهم بقى إيه؟ أن يخرجوا من ظلمات نفسهم. فهم؟ لكن للأسف يعني معظم المفسرين تملي يقول لك إيه؟ هو الذي يخرجكم من الظلمات إلى نور، ظلمات الكفر. يا سيدي ده ربنا بيكلم المؤمنين اللي خرجوا، مش بيكلم الكفار. فهمت؟ ده انا وجهة نظر يعني وخلاص البسيطة، لكن على اي حال ايه معظم المفسرين يقول لك الظلمات يعني اخرهم من ظلمات الكفر. طب ما هو خلاص هو بيخاطب مؤمنين، ده بيقول لهم اذكروا الله كثيرا، ده ثمرة الايمان العالي قوي كمان، يعني لهم مؤمنين ايمان عالي قوي. فهمت؟ طب ظلمات ايه بقى؟ يعني يخرجكم من ظلمات غفلاتكم وجهلاتكم وشهواتكم وعوائقكم التي تمنعكم من الوصول إلي، كل دي ظلمات وحجب. فهم؟ والله أعلم على أي حال. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي يتعطف الله عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، أي ظلمات الكفر والمعاصي، نكتب فيها فوقيها وظلمات النفس والشهوات والغفلات والجهلات، دي هي دي عوائق المؤمنين، إلى النور. والنور هنا بقى يبقى نور الترقي ونور المعارف ونور الأحوال الشريفة ونور المشاهدة بعد المراقبة. على أي حال التفسير بتاع تفسير صوفي، والتفسير ده تفسير فقهي. فهمت؟ يبقى الفقهاء يفسروها كده، الصوفية يفسروها بطريقة تانية. فهمت؟ يعني هناك تفسير صوفي وتفسير وهي فقه. عشان كده الفقهاء كانوا يتخانقوا مع الصوفية، لأن إيه؟ ساعات ما يتفقوش مع بعض، ما بيستريحوش شوية مع بعض، ما يجراش حاجة. أي نور الإيمان والطاعة. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه أي عند الموت أو في الجنة سلام، أي تسليم الله عليه، وأعد لهم أجرا كريما. ففي هذه الآيات أعظم تهيج على فعل ما قبلها، لينال ما ذكر فيها ويتعرض بعمل البر لحصول هذه النفحات. وبما ذكر علم أن أل في الآية للجنس فيصدق بها فوق الواحد. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتنا قولنا السلام،
وأعد لهم أجرا كريما. علم أن أل في الآية للجنس، أل اللي هي فين بقى؟ أل اللي في أي حتة؟ مش موجودة غير في المؤمنين. مش موجودة غير في المؤمنين. فيصدق بما فوق الواحد. طب ما هو قايل بالمؤمنين جمع. هو يقصد ايه بقى؟ ولا يخرجكم من الظلمات الى النور. الالف واللام بتاعت النور، يقصد الالف واللام اللي في النور، يعني جنس النور، مش كده برضو؟ فيصدق بما فوق الواحد الانوار والمعارف، يمكن يقصد كده؟ يقصد الالف واللام اللي في النور؟ اصله خد بالك، خلى الظلمات كتيره وخلى النور واحد. ليخرجكم من الظلمات الى النور. يعني فالالف واللام من الجنس، فهي تتعدد ايضا. يمكن يقصد الالف واللام اللي هي في ايه؟ في النور. فيصدق بما فوق الواحد. والايات في الباب، اي في باب فضل الذكر، كثيره معلومه، فكثرتها تمنع من استيعابها دفعا للتطويل الناشئ عنه، والعلم بها يغني عن ذكرها، وفيما ذكر كفايه لمن كان له قلب. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلمتان. المراد بالكلمه فيهما المعنى اللغوي، الكلمه مش معناه اللفظ المفرد، معناه الجمله المفيده، وده المعنى اللغوي كده. المراد بالكلمه فيهما المعنى اللغوي، وهو الجمله المفيده، مجاز مرسل علاقته الجزئيه والكليه، او مجازه، او استعاره مصرحه شبه الكلام لارتباط بعضه ببعض وتوقف فهم المراد منه على المجموع بالمفرد الذي لا يفهم معناه الا بذكر جميع حروفه. فاطلق لفظ المشبه به على المشبه، وهو خبر مقدم، ويجوز ان يكون مبتدا، ولذا طول بالصفات على حد قوله: ثلاثه تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وابو اسحاق والقمر. ده جايب بيت شعر كتير في مدح ايه؟ لابو اسحاق. خفيفتان على اللسان، يبقى كلمتان خفيفتان على اللسان. واحنا قلنا ان الكلمه تطلق على الجمله الايه؟ الواحده. زي ايه؟ ضرب الله مثلا كلمه طيبة، ويقصد بالكلمة الطيبة اللي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. الجملة دي كلها اسمها كلمة، كلمة طيبة، كويس؟ يبقى يطلق الكلمة ويراد بها الجملة المفيدة. زي برضو إيه؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. كل الكلام ده قال عليه كلمة هو قائل، يبقى تطلق الكلمة ويراد بها إيه؟ الجملة المفيدة. فهمت بقى؟ خفيفتان على اللسان. قال الطيبي: الخفة مستعارة للسهولة، شبه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يخف على الحامل من بعض المحمولات ولا يشق عليه، فذكر المشبه به وأراد المشبه. ثقيلتان في الميزان، الثقل فيه على حقيقته، لأن الأعمال تتجسم عند الميزان، والميزان هو ما يوزن به أعمال العباد يوم القيامة. وفي كيفيته أقوال، الأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين، والله تعالى يجعل الأعمال كالأعيان موزونة أو توزن صحف الأعمال. وسئل بعضهم عن سبب ثقل الحسنة على الإنسان وخفة السيئة عنه، فقال، يعني العجيب أن فعل الحسنات يبقى تقيل على الإنسان أوي، لكن فعل السيئة لأنه يوافق شهوته يبقى خفيف قوي على الانسان. فاهم؟ فسئل يعني ايه بعضهم عن سبب ذلك، فقال: ان الحسنه حضرت مرارتها، يعني الجهد اللي بتبذله فيها، وغابت حلاوتها والثواب عليها، فثقلت فلا يحملنك ثقلها على تركها. والسيئه حضرت حلاوتها اللي هي اللذه بتاعتها،
وغابت مرارتها اللي هي العقوبة عليها، فخفت فلا يحملنك خفة على ارتكابه. حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، أي محبوب قائلهما. وخص الرحمن بالذكر لأن القصد من الحديث بيان سعة رحمة الله بعباده، حيث يجزي على العمل القليل بالثواب الكثير الجزيل. قال العيني، ويجوز أن يكون لأجل السجع وهو من محسنات الكلام، وإنما نهى عن سجع الكهان لكونه متضمنا لباطل. سبحان الله وبحمده، الواو للحال، سجع الكهانة، أيوة عن سجع الكهانة. ما النبي نهى عن سجع الكهان، إن الإنسان يتعمد السجع في كلامه يبقى زي كلام الكهان يعني، فيقول إن هنا في سجع والنبي نهى عن السجع. فالمقصود إيه؟ إن السجع المتكلف الذي يؤثر على إيه؟ على المعنى ولا يوضحه، يبقى هو ده اللي منهي عنه. لكن إذا جاء عفوي فيبقى من باب الفصاح. واضح؟ سبحان الله وبحمده، أي الواو للحال. سبحان الله والواو دي وبحمده، الواو دي للحال ولا عطف. الواو للحال أي أسبحه متلبسا بحمدي، أي له من أجل توفيقه لي. وقيل هي حرف عطف، أي وأتلبس بحمده. وقدم التسبيح لأنه من باب التخلية بالمعجمة. مش احنا بنقول في صفات سلبية وفي صفات واجبة؟ فاكرين أيام بنتكلم في صفات معاني وصفات معنوية وصفات سلبية وصفة نفسية؟ الصفات السلبية بتسلبها بسبحان الله، والصفات الوجوبية بتثبتها بالحمد لله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الحمد لله تثبت الواجب ايه؟ اعتقاده في الله. وسبحان الله بتسلب الذي لا يليق اعتقاده في الله. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى هي من باب التخلية بالمعجمة، والحمد من باب التحلية بالمهملة. قال الكرماني، التسبيح إشارة للصفات السلبية، والحمد إشارة إلى الصفات الوجودية. سبحان الله العظيم. والصفات السلبية قلنا إيه؟ خمسة، اللي هي إيه؟ القدم والبقاء والقيومية اللي هي القيام بالذات، وبعدين الوحدانية ومخالفة الحوادث. شهد الخمسة؟ طيب. سبحان الله العظيم، كرر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كرر التسبيح تأكيدا للاعتناء بشأن التنزيه من جهة كثرة المخالفين الواصفين له بما لا يليق به بخلاف صفة الكمال، فلم ينازع في ثبوتها له أحد. ثم سبحان فيهما منصوب على المصدر، المصدرية، بإضمار فعل واجب الحذف على المرضي، على المرضي من المعنى يعني من التأويل. يعني كانوا بيقول أسبح سبحان، يبقى معناه إيه؟ مفعول مطلق يعني. يعني معناه إيه؟ مصدرية. يعني إيه؟ كانوا يقولوا لنا عليها زمان في وزارة التربية والتعليم، يقول لك مفعول مطلق. كانوا يسموها لنا كده، اللي هي يسمى إيه؟ اللي هي إيه؟ علماء النحو يقول لك منصوب على المصدرية. يعني إنه بيقول إيه؟ أسبح سبحانا. واخد بالك إزاي؟ آدي معناه. منصوب على المصدرية بإضمار فعل واجب اللي هي أسبح، أسبح سبحانه، هذه الفعل المضمر. أتى به لقصد الدوام واللزوم بحسب ما هو موضوع للتجدد والحدوث، ثم صار علم جنس للتسبيح، وأضيف إلى الله في نحو سبحان الله أولا وأريد بهما اللفظ، فلذا كان ابتدائين. قال الدماميني في المصابيح، إن قلت المبتدأ مرفوع وسبحان منصوب، فكيف وقع مبتدا مع ذلك وهو منصوب؟ قلت المراد لفظهما محكيا، يبقى المقصود ان الجمله اللي هي اسبح سبحان، الجمله دي في محل ايه؟ رفع مبتدا. فاهم؟ جمله على بعضها كده. فان قلت الخبر
مثنى والمخبر عنه غير متعدد، ضرورة أنه ليس ثم حرف عطف يجمعهما. ألا ترى أنه لا يصح زيد عمرو قائما؟ قلت هو على حذف العاطف، أي سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم كلمتان إلى آخره، متفق عليه، وراه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو آخر حديث في صحيح البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول اللام فيه مؤذنة بالقسم المقدر قبلها لتأكيد ما بعدها عند السامع، لأن المقام يدعو للتأكيد لما ركز في الطباع من عظم الدنيا، فيستبعد أن تفضلها هذه الكلمات. لأن أقول سبحان الله أي تنزيه الله عما لا يليق، والحمد لله أي ثناء عليه بنعوت الكمال، ولا إله أي لا إله مستغن عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله بالرفع بدل من محل لا مع اسمها إلا الله، وهو الرفع بالابتداء عند سيبويه. والله أكبر من أن يوصف بما لا يليق، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس كناية عن الدنيا، وذلك لأن هذه الأعمال من أعمال الآخرة، وهي الباقيات الصالحات، وثوابها لا يبيد وأجرها لا ينقطع، والدنيا بمعرض الفناء والزوال والتغير والانتقال، ومقتضى ما ذكرناه من التعليل أن كل واحدة منهن أحب إلي من الدنيا لدوامه وانقطاعها. ولا يخالف الحديث، لأن إثبات الأمر المتعدد لا ينافي ثبوته لكل من أفراده، رواه مسلم ورواه النسائي. غاوي منطق، يعني يقلبك كده في قواعد في المنطق كل شوية. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. النهاردة هو سايبين لكم ربع ساعة، ومبارح سايبين لكم دقيقتين، يبقى عندنا احسب عشان هيجي في يوم نجيب لك كله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.